اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس. احنا النهارده جايين الحقيقه في بدايه الحلقه يوم الاحد 27 نوفمبر جايين للست منى. ست منى حديث الراي العام اللي يمكن اثارت تعاطف كبير جدا من الناس بعد ما ظهرت معانا اللي هي الام المكلومه اللي ابنها سابها واسمه محمد، وبعد ما اصيبت بحادث واضطرت انها تستلف فلوس عشان خاطر تقدر تسدد المبالغ الماليه اللي عليها. حالتها كانت مؤلمه. كم التعاطف اللي حصل معاها مش بس من مصر، من مصر ومن العالم العربي، عايز اقول لكم من دول اوروبيه كمان. الناس كلموني قد ايه الناس كانوا حريصين يكلموها في التليفون ويطمنوا عليها ويسالوا عليها. النهارده احنا في حلقه واحد من الناس، جينا لها لغايه عندها في البيت وجايبين لها معانا ان شاء الله باذن الله اخبار كويسه، وحبينا ان احنا نقول لكم اطمنوا الدنيا لسه بخير والخير كتير، واذا كان ابنها جحد بيها فهناك اخرين كتير حبوها وتعاطفوا معاها وان شاء الله هيعملوا لها كل خير. فدي حلقتنا النهارده، هتكون الفقره الاولى مع الست منى. احنا هو دلوقتي وصلنا بيتها تقريبا، طلعنا لها، وبعد كده عندنا الفقره الثانيه في حلقه النهارده، فقره غريبه جدا ومؤثرة، فقرة شاب مات وبعد ما أهله غسلوه وتأكدوا أنه هو مات بعد اختفائه فوجئوا بعد فترة أنه راجع تاني. طبعا كانت فرحة كبيرة ممزوجة بالدموع والفرح، لكن كان السؤال الأهم كان فين، وإذا كان ده عايش أمال مين اللي اتدفن وهو نسخة طبق الأصل منه. وده موضوع هنثيره النهارده وهنفتحه لاول مره في واحد من الناس. الموضوع الثالث موضوع مهم قوي، انسان مهدد بالموت محتاج تعاطفكم عشان نلحق ننقذه قبل فوات الاوان. حلقتنا النهارده في واحد من الناس مليانه فقرات انسانيه، وربنا يقدرنا جميعا ونكون دايما في الخير مع بعض. تعالوا بقى نطلع، انا وصلنا بيت الست منى وهنطلع لها ونزورها ونطمن عليها ونقول لها الاخبار السعيده اللي احنا جايبينها لها ان شاء الله. تعالوا معايا يلا. يا ست منى، يا جماعه ساكنه في الدور الخامس. لا شدوا حيلكوا شدوا حيلكوا. فين بقى بيت ست منى؟ الفوشي؟ انا عمرو الليثي. ده بيت ست منى؟ ده بيت ست منى؟ السلام عليكم. كتير ليه؟ كتير عليا. ليه؟ والله كتير عليا. كتير عليا والله. والله كتير. كتير عليا. ليه 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 ليه؟ كتير عليا. انت كتير. ايه ده؟ كتير. ايه ده؟ انا جاي ازورك. كتير عليا. ايه اللي انت؟ معقولة؟ الدنيا فيها خير؟ فيها خير. ايه ده معقولة؟ فيها خير كتير؟ ايه ده معقولة؟ وزي ما فيها شر فيها خير. ايه ده؟ وزي ما فيها كراهيه فيها حب. ايه ده؟ ايه ده؟ وفيها ناس طيبين زيك. ايه ده؟ ايه ده؟ تستاهل ان احنا نجيلها لغايه عندها. ايه ده؟ ايه ده؟ طب اقعد. قولي اقعد. طيب انا مش عارفه. طب اقعد انا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي؟ ايه ده معقوله؟ ازاي استنى؟ كتير كتير عليا. كتير عليك. يبقى كده ربنا راضي عليا. الحمد لله يا رب يرضى عننا كلنا. يبقى ربنا كده راضي على ايه ده؟ كتير ربنا يرضى. والله كتير كتير عليا. ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك انت؟ انت ربنا يكرمك. انت ربنا يكرمك، هتبقى في حته تانية خالص. ربنا إيه دي؟ ربنا بس يحسن ايه حسامنا. ايه ده؟ يا جماعه ده كتير والله. يا جماعه كتير. انا مش قادره اتكلم. الله يخليك. كتر خير. انت كتر خير. انت مش انسان. الله يخليك. انت ملاك. الله يبارك فيك. ربنا والله, والله انا انسان عادي جدا والله. كلنا غلابه. كلنا عند ربنا غلابه. المهم طمني عليك، اخبارك انت ايه؟
اخبار ايه؟ اخبار ايه؟ اخبار ايه من بعدك؟ اخبار ايه؟ ايه اخبارك؟ انا بقيت مشهورة على يدك، بقيت مشهورة على يدك. ايه ده؟ انت والله ربنا يكرمك، والله والله ربنا يكرمك اخر كرم والله. انا جاي لك النهارده. جاي لي ايه ده؟ انا مش مصدقه. اولا انا بس عايز اطمن عليكي. شوفي يعني شوفي انتي لما انت جيتي لما جيتي لي من 4 ايام في الاستوديو كنت بتحكي لي بتقولي لي ايه؟ ان ابنك سابك. ايوه. شفتي في ناس كتير حبتك ازاي بقى؟ والله انت حاجه تانية. مين كلمك؟ طيب احكي لي. كتير قوي كتير قوي والله. انا بقيت مشهوره والله العظيم. انا مش مصدقه. كتير والله والله كتير. ده فضل من الله. وانا جاي لك النهارده عشان سبب وجيه جدا جدا. كتير عليا. اولا عايز انقل لك احترام الناس ليكي وحبهم ليكي. الله يكرمك. واحنا جايين النهارده عشان نطمن عليكي. الحاجة التانية أنا جايب لك معايا هدية بسيطة جدا. هدية إيه؟ الهدية البسيطة دي. إيه أنت؟ طيب اسمعيني بس. مش قادرة أقول لك. طيب اسمعيني. أنت أنا مش. اسمعيني. كتير يا رب. اسمعيني. كتير عليا يا رب. دي... مش ممكن أنت راضي عليا كده. الحمد لله. أنت راضي عليا كده يا رب كده يا حبيبي يا ربنا. الحمد لله. أنت قاعد جنبي وبتكلمني. الحمد لله. أنت قاعد. ده عبارة عن سداد إيصالات تسويات كل القروض اللي على حضرتك اللي قيمتها 34,730 جنيه. البنك. اتفضلي. انا في مصر. اتفضلي الإيصالات اهي. انا في مصر. انا جايبها لك. الحاجة التانية عشان يعني الأمانة تقتضي ان هناك رجل اعمال طيب ورجل تعليم طيب اسمه الدكتور محمد ربيع ناصر. الله يكرمك. قرر لك ان هو هيبعت لك كل شهر واوصاني كده 2500 جنيه مدى الحياه. الله يكرمك. هيجي لك لغايه البيت المبلغ ده. هناخد رقم البريد بتاعك او مكتب اللي جنبك وهيجي لك المبلغ كل شهر عشان تصرفي بيه على نفسك وعلى اكلك وعلى شربك. انت موجود في الدنيا. فانا بس جيت اقول لك ادي القرض وادي المبلغ اللي جاي لك هديه من حد. غير انا عارف في اخرين كلموكي وانا عارف ان هم مهتمين بيكي وان شاء الله يقوموا معاكي باللازم. انا جاي لك عشان اقول لك ان الدنيا بخير يا ست منى. قوي لا ربنا كبير قوي. ربنا هيخليك حاجه تانية. انت مش عارف انت بتعمل ايه. انت مش عارف انت حياتني. انت مش عارف انت عملت ايه معايا. انت مش عارف انت بتفتكر الموضوع برنامج. لا يا استاذ والله ما برنامج. والله ما برنامج. والله ما برنامج. ده 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 حاجه كبيره. والله ما برنامج. والله. انا عمري ما تعاملت على انه والله برنامج. والله والله ما برنامج. والله ما برنامج. والله ما ده انت حاجه تانية. ده انت عارف انت عارف انت ربنا سخرك ليا. عايز برضو اشكر مين؟ فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد طيب شيخ الازهر. اولا كلمني بناء عليك وهو مهتم جدا بحالتك وهو اللي سدد لك الفلوس القرض اللي عليكي. وعايز اقول لك ان الازهر وشيخ الازهر مهتم. وعايز اقول لك ان ناس كلمتني من مصر. الله يكرمك. ومن الدول العربيه وطلبوا رقم تليفوني واظنهم كلموكي. والناس كلها بتحبك. واذا كان ابنك مش عارف قيمه امه فالناس كلها عرفت قيمه امه. الله يكرمك. الحاجه الاخيره عايز اقولها لك قبل ما امشي. انا مش مصدقه يا جماعه. انا حد انا ما اشرب ميه. استنى اشرب ميه. انا مش مصدقه صدقني. انا يعني انت قاعد هنا ازاي؟ ازاي انت جارتها ولا ايه؟ ازاي؟ اهلا وسهلا. واحده تانية اسمها انا سمعت ان جيرانك ناس طيبين وبيخدموكي كمان. ايوه وبيحموني وبيخلوا لي. وان انت راجل طيب قوي. انت هتبقى حاجه تانية صدقني. دايما بالستر والعافيه بس. والله العظيم. وحسن الخاتمه. العظيم. شوفي اجمل دعاء ندعي بيه هو ايه؟ حسن الخاتمه. والله ربنا يكرمك يا رب. والله ربنا هيكرمك ويكرمك. والله والله
والله ربنا هيكرمك اخر كرم، وبكره هتقول انت حاجه تانية. انت عم انت انت حيت واحده ميته. لا ده ربنا اللي حيا. ما هو احنا بعتك احنا ما هو بعتك ليا. احنا واحنا كده عباره عن انت مش فاهم وسائل. لا ده ربنا بقى مسخرك ليا. انت حيت واحده ميته. الله, الله اكبر. واقول لك انت حيت واحده ميته. انت مش مصدقني والله. لا والله ده ربنا اللي والله اكرمك من فوق سبع سماوات. والله انت حيت واحده واكرمك واحدة. واكرمك بالناس كلها اللي بيحبك. الله يكرمك. الحاجه الاخيره عايز اقولها لك. محمد ابني اتكلمك؟ قال لي ما مش جايه ماما. اما اشتغل. بصي بقى انا هقول لك حاجه. وانا هقول لك حاجه اول مره اقولها لك واول مره الناس تسمعها. انا الحقيقه من كتر ما انت كنتي حابه ان هو يجي، انا كنت الحقيقه في صراع ما بين ان انا اجيبه غصب عنه يعني تحت اي مسمى اقول له تعالى وامك، وان انا اشوف هو عاوز ايه. فكلموه فقال لهم عنده شروط عشان يجي. الشروط ان امه يبقى يتسدد لها الفلوس، وامه يبقى عندها فلوس عشان هقول لك حاجه يا ست منى. الابن اللي اشترط عشان يشوف امه ويبر امه ده مش ابن. انا بقول لك في نظري انا ده الولد ده مات. في نظري انا الولد ده مات. عارفه ليه؟ لان هو ربنا من فوق سبع سماوات اكرم امه وسدد ديونها وبعت لها رزق ولسه هيجي لها رزق، وهو عاوز اكتر وعاوز يقبض تمن انه يروح يزور امه. لا لا لا. اللي زي ده عمره ما كان ابنه. اساسا احنا بنتلهف على امهاتنا. ده احنا بنحاول ننتهز فرصه عشان نروح نبوس ايدين ورجلين امهاتنا. ده احنا بنحاول نقول يا رب. انا حاسه ان انا قاعده قدام التلفزيون ولا حقيقه. يدعونا. هات ايدك يدعونا. فانا بقول لك محمد ده ما تزعليش، بس اسقطني من حساباتك، لان ربنا اذا كنت انت هو عاق وجاحد بامه، وعلى فكره ربنا هيحاسبه طبعا وهيتحاسب. ما يعرفش طبعًا الجنه والنار بتيجي منين. هو ما يعرفش الجنه والنار بيخشوها ازاي. طبعًا طبعًا. هو لو يعرف ان رضاكي فيه الجنه وعدم رضاكي فيه النار هيعرف ان بكره الصبح يكون تحت رجلين الكنبه البسيطه اللي انت نايمه عليها دي في الاوضه الصغيره اللي انت عايشه فيها. لكن اللي ربنا اكرمك بيه حب الناس. الناس كلها بتحبك، الناس كلها بتقدرك، الناس كلها بتسال عليكي، فكل الناس بتحبك. الله يخليك يا استاذ. يا ست منى ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك. وانا قلت اطمن عليكي. اطمن علي. انت حاجه كبيره قوي والله. تأمري باي حاجه تانية؟ اقمر معاك احنا خدامينك. ما حيتني تاني. اقمر معاك. قولي الحمد لله ربنا اكرمك واكرمنا بيك والله. وربنا ربي يكرمك دايما ويسترك ويحفظك وينعم عليك بالصحه والستر. النبي عليه الصلاه والسلام قال يا بخت اللي فكت دقه مسلم، وانت فكت دقه. الحمد لله. عارف عند ربنا كبير قوي. انت حيتني يا استاذ عمرو. ربنا اللي حيتني. انت حيتني والله. ما اعرف مين اللي خلاني قبلك والله. ما اعرف مين. الحمد لله. والله ما اعرف مين اللي وداني ليك. الحمد لله. والله ما كان في حاجه. الحمد لله. والله انت ربنا يكرمك. الناس كلها بتحبك. يلا هما كلهم قدامك اهو. الله يكرمكم. الله يرزقكم كلكم ويفتحها في وشكم. كل خطوه قضيتوها يقعد لكم ليك ويفك دقيقكم ويقف معاكم ربنا. يا قادر يا كريم. وانت يا استاذ انا هسيبك بقى خلاص. انا مهمتي انتهت. خليكي مرتاحه وربنا يطمن عليكي. حظولك تاني. تليفوني معاكي. هطمن عليكي. وتليفونك عندي كتير. وتليفوني عندك. وربنا يطمن عليك كتير. تأمري باي حاجه كتير عليا يا ست منى. كتير عليا. ربنا يبارك لك ويحفظك. واذا كنت فقدتي ولد عاق فانت كسبتي ملايين الناس اللي بيحبوك. الله يكرمك. الله يرزقك يا رب. الله يكرمك. اما محمد بقى فانا عايز اقول له انت اشترطت عشان تيجي تزور امك النهارده شروط. يا ابني دفر امك بمليون فلوس، بمليار جنيه. دعاء امك اغلى من كنوز الدنيا. بس يا ابني انت على عينك غشاوه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. انت على عينك غشاوه يا ابني. والله ما شايف حاجه. والله ما شايف حاجه. الست دي لا تستحق منك غير كل خير. ربنا يبارك في صحتك ويبارك في عمرك ويديك الصحه. عايزه حاجه؟ عاوز. السلام عليكم. سلام يا يا ست. انا بشكرك على اللي انت بتعملي معاها. الله يخليك. تسلم. عرفت انك انت بتحميها. دي زي امي برضه. ربنا يبارك فيك. اهي دي عارفه دي يا ست منى.
احسن من ابنك محمد مليون مرة. صح؟ الله يخليك. لانك انت بره بيها. ربنا يكرمكم. يا رب. واي حاجة احنا تحت امركم. الله يخليك. يلا. عطلناكم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. زي ما شفنا احنا جينا للست منى وربنا اكرمنا. والحقيقة يعني اشكر فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر على تكفل الازهر الشريف بدفع المبالغ المالية المستحقة على الست منى. الدين كان 34,000 جنيه وكمان هيعمل لها معاش شهري ثابت ربنا يكرمه. بشكر ايضا الدكتور محمد ربيع الله يكرمه الرجل الفاضل اللي هو قرر يصرف لها 2500 جنيه شهريا مدى الحياة. وبشكر كل من اتصل بي وقدم وساعد وطلب تليفونها عشان يساعدها. وعايز اقول لكم الدنيا بخير. وعايز اقول لكم ان احنا في واحد من الناس ده دورنا ده واجبنا نعمل حاجة فقرة جميلة نعمل حاجة فيها انت ترفيه. لكن دورنا الرئيسي نجيلكم لغاية عندكم احنا خدمينكم وربنا يجبر بخاطركم ويجبر بخاطرنا. ولازم كلنا يبقى عندنا هذه الثقافة ثقافة فك الكرب وجبر الخاطر. الست اللي قاعدة فوق مع ست منى دي بتحميها دي ربنا بيحاسبها ويديها ثواب كبير جدا لان هي بتجبر بخاطرها وبتعطف عليها. وعايز اقول رسالة لكل ابن جاحد زي محمد ده كل ابن ناكر للجميل لامه زي محمد ده الابن العاق محمد ده الابن العاق اللي هو يلعن في كل كتاب لانه هو مفكرش حتى لما طلبناه انه يجي يزور امه انه يجي معانا غير لما ياخد شروط. هو حسبي الله ونعم الوكيل. لكن الحمد لله عزقنا اذا هي فقدت محمد فهو في ملايين غير محمد بيسألوا عليها بيطمنوا عليها. ربنا يكبر بخاطرها ربنا يكبر بخاطر كل ام. ربنا يحفظ امهاتنا جميعا ويرزقنا برهم ويحفظكم وينعم عليكم بالصحة والستر والعافية. نطلع لفاصل ونواصل واحد من الناس معكم عمرو الليثي.